تضلوا بألف خير. تشينج. اليوم رايحين كلياتنا مشوار، رايحين على أكبر حديقة حيوان بكل بريطانيا. يوهو! بس تعرفوا مين مو رايح معنا؟ علا. طلعوا. تي 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 تي. ليش مانك رايحة؟ ليه؟ هيك. شو بالي اقعد لحالي بالبيت؟ بدها تقعد لحالها بالبيت. وبتعرفوا شو؟ ناتالي وجوليا صار يخوفوها يقالوا لها تتذكري لما لعبنا لعبة مريم يقوموا يطلعوا لك الاشباح؟ لا ما بيطلعوا لي. ما بيطلعوا، يعني بتقدري قدرانة تقعدي لحالك بالبيت؟ ايه بدي اروح مشوار اصلا. ايه ذنبك على جنبك، احنا رايحين على حديقة الحيوانات، بدنا نشوف الفيل، وشو كمان على شو بدك تشوف؟ أهم شغلة بالنسبة لي إني أشوف الأسد والزرافة، هدول الاثنين كتير كتير متمني يشوفون، لأنه معقولة يا ترى تكون الزرافة أطول من العالم؟ يلا مشوا معنا جايز. جايز نروح. يلا باي علا، انجوي، تعدي لحالك، انجوي، انبسطي لحالك. ايه اوكي يلا جوليا امشي نروح سوا. باي علا. باي باي. باي. سكري الباب ورانا وقفلي. لا, لا تفتحي الباب لحدا اذا ما كنتي عارفاني مين ورا الباب، سمعاني؟ ماشي. يلا بخاطرك ديري بالك على حالك، واذا بدك شي اتصلي فينا، صحيح رح نكون بعاد عنك ساعه ونص بس بندق لحدا يجي يساعدك اذا بدك شي. اكيد. يلا يلا ابو علي امشي نروح، يلا ليتس جو. يلا باي باربي. باي باي باي. علي باي اولاد، ديري بالك على حالك. ديري بالك على حالك، الله معك. يلا باي. وين جوليا؟ هلا جوليا بتضل اخر وحده لتنزل. باي باي. ولتي جوليا؟ يلا حبيبتي. جايز هلا نحن وصلنا على اكبر حديقه حيوان ببريطانيا. نتالي ارفعيني شوف الزرافه، شايفتني شيء؟ يا الله ماني ملاقيها، قال الزرافه رح تكون موجوده. على شي شفتي ماما؟ انه احلاه وحبيته؟ شو رايك؟ عالم كاتب ملتيه ونتاليا، نتاليا عم تاخذ صور. احلى شعور بالدنيا انه الواحد يكون قاعد بالبيت لحاله، لا اولاد ولا مدائر ولا منائر. نشرب كاسه نسكافيه. ألو شو هذا؟ شو الصوت؟ شو هو هذا؟ بتعرفي شو اسمه هذا بالعربي؟ لا أنا لا بعرف اسمه لا بالعربي ولا بالإنجليزي. بتعرفي جوليا شو بيمتاز هذا؟ بيطالع ريحة قاتولية. علوشة وصلت الريحة لعندك؟ ليك منظره يلك. انا سمعته ماما، سمعته عمل كيك طلعت ريحه بتخنق. اف يي شو ريحته مو حلوه يا جايز. شو هاد يا لطيف؟ بسم الله شو هاد؟ مين جاب هالاغراض لهون؟ انا هلا رتبت البيت كلياته. ولي كرسي علي شو جابه لهون؟ يا علي يا علي عم تلعب معي يا علي حبيبي؟ وينك يا علي؟ علوش شفت العروق؟ يا الله يا جايز ما احلى المشوار، يا الله ما احلى هالزوب تاخذ العقل. وهدول الحيوانات جداد، يعني هذا مو شكل قرد انا بعرفه. بتعرفوا يا جايز شو مشتهي؟ مشتهي خالتي علا تكون معنا. يا الله يا علا يا ريتك اجيتي معنا. عن جد امشي اشوف. واو والله ماني مسترجي الحق علي انا، هذا كله مشان نشوف القرود يا ماما. يلا امشي روح. شايفين جايز منظر مخيف الطلعة فيها هاي. وين this way كمان هون؟ والله يا ماما كتير حلوة الطلعة، يا ريت علا كانت معنا، كانت طلعت معي وتمشيت. روح قلبة علا تطلع بالأراني العالية. ما بعرف إيش خالتي علا ما رضيت تجي، بس أنا بدي أطلع من هون مشان نشوف القرود وهي عم تتسلق لفوق، وأنا أتسلق مثلها ونطوت أنا والقرود سوا يا جايز. والله شو مبسوط والجو حلو. يلا جايز امشوا كملوا معي الرحلة بحديقة الحيوانات. جوليا احمليني حبيبتي وخليني، هي ماما صايرة خويفة بدها تنزل، احمليني الله يخليكي. نتالي وجوليا وين عم تفوتوا ماما؟ شو هذا المكان اللي عم تفوتون عليه؟ حلوة والله هلا يطلع لي شيء قرد وينط على راسي. تعالوا امشوا نرجع. شو في هون يا جايز؟
ياي قرود. نتالي حطت ايدها على مناخيرها. يا ام القرود يجوا على راسنا. هون القرود مفتوحة، مفتوح القفص تبعه، فممكن نلاقيهم بأي دقيقة هون أو هون. اف نطلع من هون. اف اختنقنا. وي لازم كلياتنا نفوت وبعدين نسكر الباب ونطلع. شو علوشة؟ اوكي جوجو شفتي شو في؟ هدول غنمات بلادنا حاطينهم هون للصمدة، يعني المعزة والغنمة. يا حزر كل هون شوفي، هون شوفي نتالي بجوليا. وين الفقمة؟ وين يا حزركم؟ وين وين علوشة شفتين الفقمة؟ وين ايه ماما ايه هلا بتطلع، كانت عم تسبح. يا الله ما احلاها وهي عم تسبح، ذكرتني بزمان لما طلعنا بالبحر. بتتذكري وطلعنا على الباخرة واخذونا لمكان بيوت الفقمات والبطريق؟ تذكرتي ماما؟ رح نحط الرابط لرفقاتنا باول تعليق ويشوفوا الرحلة كيف كانت لما علا قطوطة عم تستفرغ وتبكي. تذكرتي؟ الله يذكرك بالخير يا علا. وانا عم باكل هالسندويشة تذكرت انتي عاملتي لي اياها. يا ترى شو صار معك يا علا؟ ما بنعرف شو عم تعملي بغيابنا. تعالوا شوفوا يا جايز هذا شو، والله مالي عرفان هذا شو. يا لطيف شو ها، سبحان الذي خلقه، بيشبه النسناس. ما بعرف شو هو النسناس، بس هذا لونه اسود بيتعلق من دنبه وبيوقف على الشجره. سبحان الخلاق العظيم. يا ربي دخلنا، شو بدي اعمل يا جايز؟ قولي والله انا خايفه، بدي اقول لحدا انه يجي لعندي. شو بدي اعمل حتى رفيقتي مالها جاية؟ يا ربي دخيلك انا كثير خايفه، بدي اقول لها ابنتي الا ترجع. قولي شو صار فيني ماما؟ تعي شوفي هذا النسناس الثاني يلي عم يحفر. سبحان الذي خلقه شو نشيط، عم يحفر الارض حفر ما بعرف ليش. شو رايك نتالي؟ انا سالت امتي وين بما من لاين كينج. ايه هذا هو مين؟ هذا تيمون. هذا تيمون. شو بيحفر؟ شو نشيط؟ ماما وين الأسد؟ ولي والله شكله بيخوف الأسد، ليش هيك نايم؟ ولي تخيلي يا ماما يقوم ينط علينا هالأسد وياكلنا، بس شكله تعبان أو شكله مالي ضايق خلقه بده حدا يفوت يسليه. ليش مو حاطين معه رفيق يعني أو أخ أو إخوات؟ شو بكم؟ شفنا ماما صاحب أكبر قرنين في العالم. تعي شوفي هالقرون. ولي ما بعرف هذا شو بيقولوله، بس قال اسمه الثور. هذا اللي بيطلعوا بيلبس أحمر وبيركض عليه وبينطحوا. تعرفي يا ماما الحمد لله المالي لابس أحمر، منيح لابس أخضر مشان ما يقرب علي. علوشي شفتوا هذا بيشبه الحمار بس مخطط، اسمه زيبرا. شو اسمه؟ زيبرا. زيبرا. شو عم تصوروا يا بنات؟ شو اسمها بالعربي يا بنات؟ حمامة. حمامة؟ جوليا شو اسمها بالعربي هاي؟ حمامة. حمامة؟ أنا حمامة. شو اسمها؟ حمامة. حمامة؟ نعامة. نعامة. شو اسمها؟ نعامة. لقيت خطة محكمة، شو بدي أعمل مشان الجني ما يشوفني؟ هدول تبعات لعبة مريم، هغطي حالي بهاد وأتخبى بالزاوية وحط فوقي أطرميز تبع البرد، إذا حدا إجا لعندي بخطف فيه بسرعة قبل ما يجوا. شو رأيكم جايز؟ حلوة الفكرة؟ تعالوا نتخبى سوا. شوفوني أنتوا إذا في حد. أوكي أتخبى هون لحتى ترجع ابنتي ونتالي وجوليا وعلي ويلاقوني، أحسن ما جني لاقين وتروح علي. شو هالاصوات هي اللي شوي عم تطلع؟ والله العظيم انا خايفه، شكله لا حدا رح يخبيني ولا اي شيء بالدنيا رح يخبيني. شو بدي اعمل؟ وين بدي اروح بحالي؟ يا ربي دخيلها. احسن شيء احسن شيء اني اهرب برات البيت، ما عندي غير هالحل. خايفه كثير ابدا 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 يا ربي دخيلك. واخيرا جايز
قبل ما تسكر حديقة الحيوانات شفنا الزرافة، يا الله شو حلوة. يا ريتك يا علا اجيتي معنا وشفتي هالزرافات وشفتي حديقة هالحيوانات. يا الله ما احلاها يا جايز. شوفوا في كمان وحدة متخبية ورا، معقولة كلها قدي طويلة؟ قديش قالوا انه رح تكون الزرافة طويلة اكتر من الانسان؟ لك بس هي طويلة طويلة. بابا احملني لحتى اشوف الزرافة من عندك، والله شكلها بخوف. معقولة تمد تمها لعنا وتجي تعضني؟ شفتي لها الزرافة؟ وين رقبتها علي؟ يا الله يا ماما ما أحلى هالمشوار. كنت شايف من زمان الزرافة على التلفزيون وأنا أقول قديش يعني رح تطلع طويلة، معقول تطلع قد البيت طويلة؟ طلعت أطول أطول يا جايز، طولة طول البناية ما شاء الله. قولوا ما شاء الله، شوفوا ما أحلى ألوانها. هلا صار وقت بدها تروح تنام الزرافة، وأنا لازم أطلع من حديقة الحيوانات. خلينا نروح نشوف لها ونشوف علا، لأني أنا والله كثير اشتقت لها. باي يا زرافات، يا روحوا فوتوا ناموا وأنا بدي أرجع على بيتي. باي. أحسن طريقة لحتى أرتاح من قلبي إني أطلع برات البيت لبين ما تيجي أمنة تلمي. ما عم يفتح الباب، ما عم يفتح، ما عم يفتح. يا ربي دخيلك، ما في حدا تحت. يا ربي شو بدي اعمل؟ كيف بدي افتح الباب؟ جايز وينك يا عم نتالي؟ حاسه حالي انحبست، انا خايفه من البيت كتير، بس ما عرفانه وين بدي اروح بحالي. لك وين بدي اتخبى؟ شو عملت بحالي؟ لك كل مره بندم، بطل روح معه للمشوار وبندم وبقعد بالبيت. هلا ليش هيك سويت بحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليش هيك البيت عتيق؟ ما بعرف. تعي جوليا، تعي جوليا، شعلي يا حبيبة قلبي الضو. بسم الله، ليش هيك الضو طايشة؟ الأضوية مطفية، شو وين عولا؟ ما بعرف. لك عولا؟ لك عولا؟ على بالمطبخ، يا عولا، يا عولا، شعلي ماما هالضو نشوف عولا وين؟ يا عولا، يا عولا، عولا؟ لك عولا؟ تحييييي. لك شبكي شو صاير لك مثل الشتاء؟ شبك مني شو عندي؟ لك ما عنا لك، امشي روحي معنا البيت. ما في شيء، امي خايفه، امي مين كافي بالبيت؟ لك ما في حدا، اصوات واشباح، وحياه الله كسروا كل الازاز وغيروا كل الديكور تبع المحل. حبيبتي بس حبيبتي فيقي، نحن اجينا فينا فيقي اجينا. انا ام نتالي، تعي حبيبه قلبي، تعي تعي تعي. الله يكبر عقلك، الله يكبر، الله يكبر عقلك. عم حدا بيقفل. تعي يا حبيبتي. انت نتالي؟ لا والله نتالي، نتالي انا نتالي.